ماذا تعرف عن التبرع بالكلى؟ إذا كنت تفكر في التبرع بالكلى أو تعرف شخصا يفكر في ذلك، فهذا الفيديو سوف يكون مجديا بالنسبة لكم. وإذا كنت الطرف الآخر، أي من يبحث عن متبرع للكلية، فهذه الأمور أيضا تهمك ويجب عليك معرفتها. شاهد بالصور ما تحتاج أن تعرفه عن التبرع بالكلى. في أي عمر يمكنك التبرع بالكلى؟ يجب أن تبلغ على الأقل 18 عاما لتستطيع التبرع بالكلى. لا يوجد حد أقصى للسن، ولكن هناك حاجة للطبيب من أن يتأكد من أنك مؤهل للخضوع للجراحة. التبرع بالكلى لا يناسب الجميع. إذا كنت تعاني من أحد أمراض الكلى، فليست فكرة جيدة أن تقوم بالتبرع. وكذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، السكري، السرطان، فيروس نقص المناعة البشرية، التهاب الكبد، والتهابات حادة، أو حتى حالة نفسية تتطلب العلاج، فلا يمكنك التبرع بالكلى. ليس بالضرورة أن تكون مطابقا تماما. لا داعي للقلق، فكليتك لن تكون متطابقة تماما مع التي سوف تستبدلها. من الأفضل أن تكون متطابقة أو فصيلة الدم متوافقة، ولكن بعض مراكز الزراعة يمكنها جعل الكلية تعمل حتى إذا لم تكن كذلك، وهذا الخيار أفضل من عدم الحصول على الكلى بتاتا. الكلى التي يتم الحصول عليها من متبرع حي أفضل. إذا كنت بحاجة إلى كلى ولديك مجال أن تختار بين شخص على قيد الحياة وآخر وافته المنية مؤخرا، فعليك اختيار الكلية من المتبرع الحي، فهي تكون جاهزة وتعمل بشكل أسرع، بينما الكلى الأخرى قد تستغرق بعض الوقت للتأهب، إذ قد تحتاج إلى الاستمرار في غسيل الكلى لبضعة أيام بعد الجراحة. وإذا كنت قد تبرعت بالكلى، فسوف تمكث في المستشفى لمدة قصيرة بين 3 أيام إلى أسبوع كحد أقصى، وسوف تتعافى تماما بعد من 4 حتى 6 أسابيع من الجراحة إذا كنت حصلت على كلية. فستبقى في المستشفى لمدة أطول تصل إلى 10 أيام، وقد تحتاج إلى قضاء اليوم الأول أو الثاني في وحدة العناية المركزة، بينما يعتاد جسمك على الجهاز الجديد. يتوقع أن تعود للوضع الطبيعي خلال 8 أسابيع. لن تترك العملية ندوبا كبيرة. اليوم بفضل التكنولوجيا الجديدة لن تترك العملية ندوبا كبيرة. فبدلا من الجراحة المفتوحة التقليدية، يمكنك الخضوع لعملية جراحية بالمنظار، وبهذه الطريقة يتم إحداث شق صغير فقط لإزالة الكلى. كم من وقت تستمر الكلى وكيف نحافظ عليها؟ لن تبقى معك الكلية إلى الأبد، لكنها تستمر حوالي 10 سنوات إذا كانت من متبرع متوفى، و15 سنة إذا كانت من شخص على قيد الحياة. يمكنك أن تتخذ خطوات بسيطة جدا للحفاظ على الكلى الجديدة، وهي تشمل تناول الطعام الصحي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول الأدوية المضادة لرفض الكلى، وإبقاء وضعك الصحي مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة.